جلسه ديسمبر في Creative Mornings مسقط جلسه الحصاد. نرحب بكل الاصدقاء الجدد اللي يشاركونا اول مره في جلسات Creative Mornings، ونرحب بالاصدقاء القدامى ونقول اشتقنا لكم. اخر الجلسات الفعليه كانت لفتره طويله بعد سلسله طويله من الجلسات الافتراضيه. ما ننسى نرحب بمترجم الصوت والإشارة مريم المساعدية اللي تتواجد معنا طوال الجلسة، مرحبا بك مريم. وللي يشاركونا أول مرة نحب نعرفكم أكثر عن Creative Mornings. هي مبادرة عالمية لها أفرع مختلفة في مختلف مدن العالم، تطوعية شبابية، نقدم فيها برامج موسمية مختلفة، والأهم من هذا كله نقدم فيها جلسة شهرية كل جمعة. مواضيع هذه الجلسات يقررها المقر الرئيسي للمبادرة، وبناء عليه نختار المتحدثين. موضوع هذا الشهر من جلسات Creative Mornings هو الخفي، وهو كل ما لا يقع ضمن هيمنة الرؤية. هو عالم متكامل لا يمكننا رؤيته، ولكنه يكشف عن نفسه. بداية من الموجات الكهرومغناطيسية التي تسري بين أجسادنا، إلى الثروات العظيمة التي تتدفق بين مدن العالم الاقتصادية العظمى، والغرائز غرائز التكيف التي نراها في الحياة البرية، نحس بها ولكننا نراها. جميعها أشياء خفية لا تقع ضمن نطاق الرؤية، ولكن يمكننا أن نرى تجليها بوضوح. هذا نطاق الأشياء كان من اختيار فريق Creative Mornings في العاصمة الإيطالية في روما. أما الرسم التعبيري عبرت عنها الفنانة كريستينا ستان. وبعد ما ننسى الرعاة العالميين اللي يشاركونا، طبعا نشكر ميد تشن الشريك العالمي التسويقي لCreative Mornings، يوفر لجميع الفريلانسرز منصة يقدروا من خلالها انه يطلعوا على مقالات مختلفة، على ادوات مختلفة تساعدهم على تطوير اعمالهم. كذلك نشكر سكيل شير الراعي العالمي للتعليم، واللي يوفر منصة تعليمية الكترونية للمهتمين يمكنهم تبادل الخبرات، وكذلك تلقي المعارف الجديدة. والأهم من هذا كله عندهم خصومات عضوية السنة لشخصين بسعر عضوية شخص واحد، ثلاث فروض تصور. الحين نريد شخص مبدع يتبرع يقرأ المانيفستو. للي ما يعرفوا ايش هو مانيفستو Creative Mornings، هي مجموعة المبادئ والأهداف اللي نحن نؤمن بها في Creative Mornings. نحب أن نرددها باستمرار عشان نتذكر الغاية الأولى من وجودنا في هذا المكان. من يحب يقرأ علينا المانيفستو هذه المرة؟ ممكن ترفعوا يدكم؟ من يحب يقرأ علينا المانيفستو؟ ممكن نسمعها؟ الجميع مبدع، إن الحياة الإبداعية تتطلب الشجاعة والجهد، كما تتطلب الصدق والعمل التأليف. نحن هنا لنأخذ بيدك، لنحتفي بك ونشجعك على أن تنجز ما تحب. نؤمن بروح الجماعة وبمن يلتفت لها، كما نؤمن بالتقاء الوجود وبالتعلم من الآخرين وبالآيات التي تلوح وتكمل. ونؤمن كذلك بالتصفيق والطقطقة. نجتمع سويا بنقاط المدفوعين بالغاية والشغف، وملئهم ثقة أنهم سيلهمون بعضهم البعض، بل وسيضرب إلهامهم الضواحي من حولهم والمدن من حول العالم ليصنع التغيير. هنا الجميع مرحب بك. شكرا لك، نحييك على القراءة. ومرة ثانية الجميع مرحب به اليوم وسعداء بوجوده. الحين عندنا تست خفيف
نشوف مين يعرف اكثر عن كرييتيف مورنينجز، او حتى بالدايت كان عندكم فرصه تشوفوا عن كرييتيف مورنينجز اكثر. بيكون عندنا كهوت تيست، اطلب منكم اذا ممكن طلعوا اجهزتكم، تدخل على كهوت.ات. الكل سجل خلاص؟ نبدأ لعبة. مستعدين؟ الشيخ خليفة الحاكم.
المقر الرئيسي لمبادرة صباحات إبداعية. روما، واشنطن، نيويورك، وباريس. والإجابة الصحيحة الأرقام والإحصائيات اللي حصلناها من حملة
صناعة الإبداعية. جماعة الخير، إذا ممكن بس يوجه الكمامات. بوجود لوحات الأنباء العمانية يعني هذا بصوره اكبر، تعرفنا على بعض المعلومات اللي يمكن ما كنا راح نعرف عليها لولا دخولنا في هذه المبادره، وكل الشكر والتقدير حقيقه على العاملين على هذه المبادره، وباذن الله القادم يكون افضل في مجال صناعه المحتوى الرقمي. ايمانا من المغفور لهم صاحب الهلال السلطان قابوس بن سعيد طيب الله وطراه بدور المراه العمانيه على مدى التاريخ بقوله: لنرفع من مكانه المراه ونعزز من فرص مشاركتها في تنميه المجتمع وبنائه، إضافة إلى مهمتها الكبرى في بناء الأسرة وغرس الولاء والانتماء لدى الأجيال الصاعدة. ونحن اليوم نجني الغرس النبيل بإبراز أمان وإنجازات المرأة العمانية في كافة القطاعات التنموية
تقديرا وامتنانا لدورها الوطني واحتفاء بيوم المرأة العمانية في 17 أكتوبر. إن وجود المرأة العمانية في الساحة الرقمية لهو تأكيد على دورها القيادي والريادي في بناء المجتمع منذ ذلك في ذاكرة في هذا الوطن منذ فجر التاريخ، وولاء وعرفانا من لدن صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وتأكيدا لمواصلة دورها في تنمية ذاتها وتقديم العطاء لهذا المجتمع لمشاركة الجميع محتوى رقمي مميز لنساء عمان. السلام عليكم، سمية الهيبي، رئيس فريق مبادرة الصباحات الداعية والمؤسس أو أحد المؤسسين. شكرا ليوسف. طبعا احنا بدأنا المبادرة في 2020 يناير 2020، بس أنا لاحظت إنه يمكن ولا مرة تكلمت أصلا كيف جاتني فكرة إني أبدأ فصل خاص بمسقط مبادرة الصباحات الداعية. في 2018 يوم من الأيام كنت ساكنة في باريس اشتغل في اليونسكو، وكنت أمشي وراء نوتردام اللي راح باريس ويعرف نوتردام، شارع المقابل في شكسبير أند بول، مكتبة شكسبير، وفي مجموعة من الكافيهات، وأنا بس ماشية شفت لوحة نفس هذه بس باللون البنفسجي ومكتوب باريس. دخلت الكافي شوب وكان مجموعة من الشباب، يعني كان في موضوع في حليب، أذكر أن موضوع هذا الشهر كان النية أو الانتنشن، ويبدو لي أنه المتحدث كان أحد القضاة السابقين أو وزير العدل السابق في فرنسا، ففرنسيتي وقتها كانت خمسي خمسة، يعني لا بأس، ما فهمت كل شيء، بس طلعت من هناك وبعدها بعدة أشهر رجعت عمان وأنا أتصفح الإنستغرام، تظهر لي أحد فصول صباحات الداعية في كيف في أوكرانيا، فأي توكت أز ساين إنه في إشارة، فبحثت شوي عن الموضوع، كانت إحدى صديقاتي أحد المنظمات في أوكرانيا، فبحثت شوي عن الموضوع وظهر إنه في مبادرة عالمية اسمها صباحات الداعية أو CreativeMornings، الهدف منها هو الشيء اللي أنا كنت أبحث عنه في الوقت اللي أو بعد ما رجعت من باريس وكنت في عمان. هذه مساحات الشباب للداعية، مساحات التواصل المفتوحة، إنه نلتقي بناس من مختلف أو شباب أو غير شباب بمختلف خلفياتهم العلمية أو الأكاديمية أو مهاراتهم، وإنه كل حد مبدأ بطريقته الخاصة. أحيانًا إحنا يعني الإبداع حاطينا بمعنى معين، إنه إذا يرسم أو يلون أو عنده موهبة معينة، بس أنت ممكن تكون تخصصك يعني لغة عربية، عندك كتابة إبداعية، يمكن يكون تخصصك تربية إسلامية وتتكلم عن الموتيفيشن والإلهام وغيره. فباختصار شديد المبادرة ما كانت يعني بس شيء إنه أنا بغيت أبدي وخلاص، لا، ولكن كانت بالنسبة لي إنه المساحة اللي كنت أبحث عنها عن نفسي. بعدها بدأنا في يعني قدمنا طلب للتقدم للحصول على حقوق الملكية الفكرية انه نحصل شابتر هنا في مسقط في 18 نوفمبر 2019 تقريبا، يعني تقريبا 6 أشهر من اول ما تقدمنا بالطلب جمعنا فريق كنا 10 بس، كثير منهم موجودين اليوم. طبعا عملية التقديم كانت انه لازم نعمل فيديو، هذا الفيديو لازم نثبت فيه انه مسقط مدينة نابضة بالإبداع، فيها شباب مبدعين، فيها ايكونز او حتى يعني معالم إبداعية دار اوبرا وغيرها. وبعدها قابلنا، اذكر اني كنت في فيينا وقتها عملت مقابلة مع نيويورك وحصلنا على الملكية الفكرية للشابتر هنا في مسقط. بعدها بدأنا جلسة يناير وتوالت الجلسات، 3 جلسات وبعدين بدأت الجائحة. توقفنا وانتقلنا افتراضي، كان وقت جدا صعب علينا لأنه افتقدنا المجتمع اللي كوناه 3 أشهر، قدرنا يعني نخسر أكثر من 600 إلى 700
شخص في مجتمعنا في الموقع نفسه في أول 3 أشهر، وبعدين بدأت الأرقام بالتنازل لأنه صار الموضوع افتراضي. بعد 1.5 سنة من العمل الافتراضي وصلنا يعني لموضوع إنه يمكن نحتاج نجدد، يمكن نحتاج إنه نخرج خارج نطاق الجلسات الشهرية الاعتيادية. 2021 كانت سنة، أو ما زالت هي آخر يوم، سنة الاقتصاد الإبداعي. فإحنا يعني كلنا نتكلم عن الإبداع في الصفحات الإبداعية، فقلنا ليش ما نعمل حملة إعلامية للصناعات الإبداعية. هذا كلام كان في أبريل 2021، وقتها عرفنا أنه في قسم وأنه توجه الحكومة يمكن صار في أيضاً يراعي الصناعات الإبداعية عفواً. واكتشفنا أنه في قسم استحدث وزارة الثقافة والرياضة والشباب. جلسنا مع مريم الخربوشية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، أبدو رغبة إيجابية جداً وتعاون أنه يشاركونا في الحملة أو يكون شركاءنا في الحملة. وهناك بدينا. طبعاً هذه إحصائيات سريعة عن الحملة. خططنا تقريباً من يونيو إلى أغسطس، تخطيط جدي 3 أشهر، فترة التنفيذ كانت 4 أشهر من سبتمبر 2021 إلى اليوم ديسمبر 2021. أكثر من 9450 ساعة عمل حرفياً كل أعضاء الفريق، لأنه في وقتها أيضاً غيرنا الفريق كامل، ضفنا تقريباً 25 شخص جديد صناع محتوى بس عشان يشتغلوا على هذه الحملة. 25 شاب متطور كلهم في التنظيم وفي صناعة المحتوى، موجودين كثير منهم اليوم هنا. الحملة تكونت من تقريباً 4 عناصر. العنصر الأول كان الجلسات الصوتية عبر مساحة تويتر، اللي كان الهدف الأساسي منها إنه بس نخلي الكرياتيف إندستريز مينستريم، إنه كل حد يتكلم عن الصناعات الإبداعية أو يعرف إيش هي الصناعات الإبداعية. استضفنا فيها مجموعة من الخبراء، حدثنا بمجموعة من المواضيع، حدثنا عن التعليم والصناعات الإبداعية، الاستثمار في الصناعات الإبداعية، فنون الطهي، لأنه كثير من الناس حتى ما تعرف إنه فنون الطهي على سبيل المثال هي صناعة إبداعية أصيلة. وأيضاً عملنا ويكي نساء عمانيات. طبعاً ما أخفيكم القول، في الاهتمام الشخصي أنا بالمساواة بين الجنسين وبالنساء، دخلنا موضوع إنه نكتب عن النساء والتمثيل الرقمي عن النساء في أكبر مستوى في العالم ويكيبيديا. دربنا حوالي 125 شاب وشابة بالتعاون مع مؤسسة ويكيبيديا في فرنسا، بلاد الشام، ومجموعة دول الخليج العربي، إنه ما يعني كيف يحرروا في ويكيبيديا، إيش هي أساسيات الكتابة والتحرير. وقدرنا إنه بعد ما دربنا قدرنا إنه نعمل إديتاثون أو ورشة تحرير جماعية في أكتوبر. وتقريباً الحصيدة كانت 80، أتوقع أنه 80 آخر رقم شيكت عليه، عدد النساء اللي قدرنا نكتب عنهم هذيك الفترة. ما زلنا مستمرين، هو كان تدشين في أكتوبر وما زلنا مستمرين، والخطط القادمة اللي راح يكون أيضاً في ويكي عربي، يعني ندرب أكبر قدر ممكن من الشباب العماني على أساسات التحرير في ويكيبيديا، أيضاً لضعف المحتوى العربي في ويكيبيديا. وأيضاً البرنامج الثالث هو برنامج فكر بنفسجي، اللي أنتم اليوم إحنا موجودين عشان تستمعوا لمخرجات هذا البرنامج. دربنا حوالي 15 شاب وشابة، أخذناهم في رحلات ميدانية فكر بنفسجي مستلهم من الاقتصاد البنفسجي. هو يعني الانكم أو مصدر الدخل اللي طلعنا إحنا من الأفكار اللي استلمها من تراثنا المحيط فينا، ثقافتنا المحيطة فينا. فأخذناهم في تقريباً 10 رحلات ميدانية، بدأناها في وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم التعريفي، وبعدها استمرينا في مختلف محافظات السلطنة، تكلمنا عن تجربة الأذن العمانية، تكلمنا عن في بيت الصباح بقة الموز، تحدثنا عن تجربة المجتمع المدني نساء أسلاب، مجموعة كبيرة أيضاً من الرحلات الأخرى. ببداية الحملة إلى اليوم وصلنا لأكثر من 100 منشور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أغلبها منشورات تعليمية أو فيها محتوى، يعني حاولنا قدر الإمكان أن نبرز المراكز الثقافية الموجودة حول العالم أو على مستوى الإقليم. أيضاً حاولنا لجنة التحكيم لتساعدنا اليوم في مناقشة وتقييم هذه المشاريع. أرحب بالدكتورة ندى العجمية أكاديمية، والأستاذ عبد الواحد الفارسي من مجموعة عمران للسياحة المستدامة، وقيس التوبي رئيس التنفيذي لمنصة إدلال،
ومريم خالد مشيا من دائرة الهوية الثقافية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى، وأنوه أنه فترة عرض المشاريع ستكون 7 دقائق، 3 دقائق منها للمحكمين، وفي نهاية كل مشروع لدينا متسع لمداخلة واحدة لمدة دقيقة من الجمهور. الآن أطلب من المجموعة الأولى تتفضل لعرض المشروع. فيديو نعرضه.
في عندنا فيديو عملناه للتصميم المتحف نفسه. الجدران كلها اللي راح نستعملها راح تكون زجاجيه بحيث ان يعني نخلق تجربه للزائر او للسائح في المتحف بحيث ان لما يدخل المتحف ويمر ويشوف كل المكونات الجلديه الموجوده على الارض وغيرها يتفاعل مع الشاشات المتفاعله الانتراكتف سكرينز وفي نفس الوقت بسبب الجدران الزجاجيه اللي تكون عازله للحراره وعازله للصوت يقدر يشوف اللي هو الضريح نفسه امامه يعني فهو كأنه يعني دمجنا نحن اللي هو تصميم المعمار الحديث مع يعني صرح تاريخي قديم جدا صرح معماري قديم جدا وايضا بنعرض اللي هو المنتجات الجلديه اللي بسبب اهميه المكان نفسه بسبب المكان مش مشكلة بنشوف الفيديو في وقت آخر بشكل عام مش مشكلة يعني الفيديو راح نشوفه في وقت ثاني الحين بنحول اللي هي النتائج النتائج المتوقعة من المشروع. فهذا الفيديو للمشروع، طبعا احنا سوينا اللي هو التجربة عشان نخلق تجربة مثالية بسبب ان المكان جدا قريب من البحر، فنقدر نشوف الاصوات البحرية، صوت البحر، هذه الشاشات المتفاعلة داخل المتحف، الخدمات دورات المياه للرجال في الطرف الاخر للنساء، عندنا اللي هو الجدران الزجاجية، نقدر نشوف الضريح على اليمين. نقدر نشوف الاجواء والبحر والطوارئ الاجواء المناخيه والاشياء الطوارئيه ايضا عندنا قاعات الرياضه المتعدده ممكن نستعملها للاجتماعات او الورش في المتحف ايضا وهذا مش الشيء الوحيد اللي عندنا فقط يعني عندنا بجانب المتحف يعني ديمومه المشروع بيكون المتحف شغال دائما وعندنا بجانب المتحف بيكون عندنا مهرجان المهرجان هذا راح يقام يعني مش اسبوعين كل سنه بيكون عباره عن مستودعات حديد اللي هي مستودعات كونتينرز وراح تكون فيها ورش عمل راح نستضيف ايضا حرفيين بحيث ان يعرضوا منتجاتهم ايضا في مختلف الصناعات الجنسيه وطبعا احنا يعني حاولنا ان ندمج شويه اللون البنفسجي اللي هو الكيرف او الرصيف نسبه للفكر البنفسجي وتعزيز الاقتصاد البنفسجي ايضا عندنا ايضا بيكون في مطعم اللي هو المبنى والمبنى الثاني بيكون ايضا مقهى دائم في المكان نقدر نشوف اللي هو الساحل الصحراء والاجواء عندهم ما شاء الله امطار يعني فمكان يعني جدا مشجع الواحد يزوره يعني وقريب من المتحف راح نكمل النتائج المتوقعه اللي عندنا نحن يعني بعد ما نبني هالمتحف ونحط الطريق في الوسط راح نبني بنيه تحتيه للمكان راح نجذب مختلف القطاعات الاخرى مختلف مثلا فنادق راح تفتح جنبنا فهذه يعني تعزيز للمنطقه وتعزيز على الجانب الاقتصادي والسياحي والابداعي ايضا راح نجذب السياح على المستوى المحلي ايضا راح نشغل مصانع جلود لان المنتجات الجلديه ما راح يتم صناعتها في المكان نفسه راح نتعامل مع مصانع للمنتجات الصناعيه بنوفر مساحه للحرفيين لغرض الالعاب اغراضهم بنوفر اكيد فرص عمل وغيرها فرص للتطوع ايضا بشكل عام سوينا يعني دراسه تكاليف بشكل دقيق لكن هذه يعني في النهايه الاشياء اللي داخله في التكاليف اللي هي دراسات اعداد الجدوى، تنفيذ المشروع والبناء والادوات وغيرها، البنيه التحتيه حوالينها وايضا اللي هو المستودعات الحديد، فتقريبا قلنا مجموع التكاليف تقريبا يعني يساوي 306,000 ريال عماني. سوينا خطه تسويقيه بكامل تفاصيلها ولكن يعني عشان الوقت وكذا ممكن نتناقش فيها فيما لاحق فيما بعدين يعني. فمن عناصر الخطه التسويقيه اللي هي مؤشرات النجاح. فنحن قلنا مثلا من مؤشرات النجاح ان مثلا لو
لو شفنا في فنادق او في مثلا محلات او في اشياء ثانيه فتحت في مدينه طلحه هذا مؤشر نجاح لنا، نحن اعطينا اهميه للمكان هو اوريدي مهم، سلطنا الضوء على هالاهميه فشفنا انه في اقبال من الجمهور. عندنا ايضا الفئه المستهدفه تقريبا 60 او 70% من السياح راح يكونون محليين، 30% راح يكونون اجانب من الخارج. تكلمنا عن الميزانيه وسوينا استراتيجيه السوق. عندنا مؤسسات داعمة مقترحة للمشروع، ما يختلف ما بين الدعم المالي مثل شركة كي تي او وايضا الدعم الفني والدعم المالي والفني اللي موجود في شركة او مجموعة عمران. شكرا جزيلا. شكرا على الاعطاء التقنية احيانا تحصل. شكرا جزيلا للمجموعة الاولى. نفتح مداخلة للجمهور الى ان ينهي الحكام من وضع النقاط. في مداخلة سؤال استفسار عن المشروع. مداخلتي بسيطة مش كثيرة، يعني أنا كوني من سكان مسقط يعني حابة أني أدور مسقط عمان كلها وكذا استكشف. كنظرتي أنا كمبدأ يعني ما أوضح للمشروع ولكن يعني ما بيكون عندي حماس اني اضرب خط لحد قلهاد عشان يعني اشوف هذه الاشياء البسيطه، فحلو انكم مثلا تضيفوا اشياء مثلا غير عنها اسنا مثلا تعرض الجلود والضريح وكذا، فممكن انكم تسووا فعاليات، ممكن انكم مثلا يعني يكون في ورش عمل ثانيه او اشياء ثانيه يعني اكثر يعني تجذب، لان تعرف يعني المنطقه شوي بعيده ونفس الوقت يعني مش يعني وايد فيها حركه مثل النزوه مثل مسقط، فحلو انكم تضيفوا اشياء تخلي الواحد يضرب خط من خطوات او من مسلم عشان يقلع، فزين انكم تركزوا على النقطه هذه. نحن في المشروع يمكن ذكرت النقاط ان نحن عندنا ورش لتعليم الاحتياج، لان نحن ما عندنا ورشه مهتمه بهذا الجانب، ونفس الشيء عندنا مهرجان سنوي يجذب كل احد، اعتقد المهرجان الناس يتعلموا له. والمهرجان مصاحب للمتحف يعني هو المؤتمر. شكرا جزيلا على المداخلة. الآن ننتقل للحكام. ليش بالذات اخترتوا موضوع الجلود وايش اللي ممكن تضيفوه حتى ما تحصروا نفسكم على جانب واحد فقط من جانب التراث؟ نحن لاحظنا ان الحرف هي اللي تجذب الناس احيانا، السياح او حتى العمانيين لما يشوفوا حرفه تكذب لهم، مثلا الفخار، السعفيات، يحبوا يتعلمون هذه الحرفه، لان صار اجدادنا ما يعلمونا طبعا هذه الاشياء. كحرفه الجلديات هي موجوده بس ما حد يتعلمها ولا توارثوها يعني، بقيت يعني ما انها اندثرت بس ما تم التركيز عليها بشكل حضاري جديد. فنحن تركيزنا ان نعلمهم وفي نفس الوقت نسوي منتجات جديده، يعني نصنع عندنا لما يكون مصنع، نصنع فيه جلديات، الجلد يعني ونخيطه وننتج منه جلود يعني منتجات جديده يعني. منتجات حتى ما بتكون فقط طرفه او مثلا اشياء مثلا مثلا تكون رابط حق ابل ووتش ولا تكون مثلا كبر للتليفون شنط يعني، بدل ما مثلا يلا بروح ناخذ شنطه جوتشي، لا بروح ناخذ شنطه تكون اقلها. فهمت الكونسبت؟ يعني تكون ذا جوده. اي تعليق اخر من المحكمين؟ شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه على هذا اللقاء. فقط عندي سؤال، ايش هي خطتكم لاستدامه المشروع؟ اقصد خاصه من الناحيه الماليه، ربما في المرحله الاولى راح يكون في دعم خاصه يعني مصر، لكن فيما بعد كيف راح تكون الاستدامه؟ وكيف راح يكون اللي هو الانكم للمشروع خاصه انه يستمر بنفس الجوده اللي يشتغل فيها؟ بيكون عندنا اللي هو في المتحف نفسه عندنا قاعات، فنحن في تقريبا قاعتين يعني لمختلف الغرفه متعدده الاغراض يعني، فنحن ممكن ناجر هالغرف نسوي اللي هو الورش، ممكن نسوي ورش، وايضا لدخول المتحف يعني بيكون في رموز في اسعار رمزيه يعني راح تكون للدخول للمكان، وايضا عندنا يعني اللي هو كوفي شوب ومطعم في المكان اللي هو مال المهرجان بيكون ثابتين طوال السنه يعني، واتوقع يعني ممكن تسوي المهرجان وتسوي يعني الضجه الاعلاميه اللي ان شاء الله راح تسوى يعني راح تنجذب تيجي يعني. النقطة الثانية إنه موقعه هو قاعد على الشارع، الشارع السريع اللي يودي صور، هو من مسقط لصور هذا السياح بشكل سنوي
لازم حد رايح من مسقط للسور للسياحة، فأكيد بيوقف لأن إحنا ما في خدمات ولا شيء، فهم ينقلبوا إلى شكرا على العرض حقيقة عرض جيد. بس سؤال بسيط، ما أدري هل تعمقتم بالنسبة للمشروع، لأن وزارة التجارة والسياحة عندهم مشروع يعني قد يكون قوة باكورة لمشروعكم لتطوير موقع في الهات التحتية. احنا عملنا بحث بس ان المنطقه نفسها اللي مثل ما قلنا اللي هو الضريح معنا عاملين ترميم وتقطيبات اثريه يعني تقطيبات اثريه عاملين يعني تقطيبات اثريه يعني فهو في مجال للتطوير يعني بس مو يمكن بياخذ وقت يعني فنحن قلنا ناخذ المكان اللي جنبه يعني خلينا نقصد انه قاعدين يحولوا المكان الى مزار سياحي راقي بحيث يكون يعني محطه جانبه للتراث الثقافي يمكن جميل يعني ممكن يعني نشوف شو المشروع اللي في الأفكار ممكن يعني في كم في نعم السؤال من العرب فقط عندي أول شيء سؤال بالنسبة لتوقيعكم الأساسي هل هو مصر مطعم أم مركز مركز على الضغط الحيوي وإنتاج إذا يا ريت تجاوبوني يعني حقيقة ممكن نفس كان الاستفسار من الدكتور والأخت بالنسبة للمسار حقيقة المسار ما واضح فبس جاوبوني على هذا السؤال نحن حاولنا أن نكون يدمج أكثر من شيء يعني تاريخي تراثي إبداعي معماري أيضا يعني يدمج وايد أشياء يعني بدل ما نركز على شيء واحد هو إحياء اللي هو طبعا المنتجات أو حرفة الإبارة والجلود لكن ككونسبت كامل يعني مع المهرجان مع المتحف مع الضريح يعني مع المكان يعني حاولنا نكون أكثر من شيء يعني اللي مثلا يحب انه يتعلم هذه الحرفة ممكن، اللي يحب يشوف هذه الحرفة ممكن، المتحف للعرض والورش للتعلم واللي حاب يشتري من منتجات في المتجر يعني نحن كل المستهدفين يعني كل الفئات. طيب فالحين المجال اللي في الصناعات الإبداعية ايش اسم المجال بالضبط؟ هل هو الباحث؟ بكل احياء الطباخ هو الصناعات الحرفية صناعة يعني شيء طلعت على المراكز الموجودة في صلاة انتباه الجلود انتباه الجلود حصلنا محلين اهتموا في هذه الناحية في الرفاع بس لما تشوف المنتج يعني ما لا تجوبه يعني تبين انه واضح انه مصنوع يدويا فالإنسان ما يتشجع انه ياخذ ممكن انه نتعامل معهم وننقل المنتج بشكل جودة أكبر يعني جودة أكبر. ممتاز هو في مركز يعني في واحد في المزمنة في الجود القيمة مختص بالرجال والمعدات واحد ثاني في تمريض فلازم نتواصل معهم نشوف التفاصيل لأن في كمية كبيرة موجودة الآن في هي انه مجتمعنا
عنده موروث، لكن حديناه بنطاق انه ما قدرنا، ما منحنا وسيلة عبور بالثقافات الاخرى والتطوير حسب احتياجات التطور. فهذه المحدودية كانت مشكلة. زادت الطينة بلا انه مرحلة الاستهلاكية للأنماط الفنية قصيرة طول ما هي محدودة وغير قابلة للتطور. هذا الشيء يأثر على استخدامنا لهذه الموروثات انها تموت، نوصل لمرحلة التشبع والاكتفاء، وبعدين يروح الاكتفاء منها لأشياء أخرى. عشان نقدر نعبر للعالم نحتاج أن نطور هذه الأنماط وندخل فن العالم. فكان الحل إحنا المركز. طبعاً اخترنا أم الفلك، كون أم الفلك هي المصدر، مصدر الماء اللي انشعر في حياة الجميع ويمنحهم التسهيلات عشان يعيشوا. وهذه أربطة التشابك ما بين الماء والثقافة ومبدأ العمل الأساسي للمركز. مرافق المركز بنتم كالتالي: مكاتب للعمال، معدن فني مرسم. هذه وين بتصير وين بيصير الشغل تبع دراسة وصناعة المحتوى الرقمي ورفعها للموقع. عندنا معدن تقني يساند هذا المهام، بعد في عدة الأغراض والاجتماعات، والمركز التجاري اللي بطلت شرحه لاحقا، المكتبة والأرشيف، صالات معارض، استوديو تصوير، مطاعم مفتوحة، مركز خدمات. طبعا مركز الخدمات متكامل عشان يوفر خدمات للزوار والموظفين، اللي هي مصلى، مطحة، مواقف وهذه الأشياء. طبعا التكاليف بكون انه كنا أعضاء فريق فنيين، ما كانت عندنا القدرة الكافية عشان نغوص في أعماق التكاليف تكون رؤية واضحة، اخترنا أن يتم إسنادها لشركة مختصة في هذا المجال مثل ارتقاء وشراكة. تكاليفنا التكاليف بتكون عندنا إنشائية وتشغيلية ثابتة وتشغيلية متغيرة، وكلهم هذه الأساسيات موجودة، بس كحسابة مالية لضخامة المشروع نحتاج شركة مستقلة. مصادر الدخل، أول شيء بكلمكم عن المتجر الإلكتروني. بعد دراسة إحنا جمعنا الأنماط الفنية وحطيناها في منصة عشان الجميع يوصل لها، بس كيف بيتعلم العالم إنه يستخدمها إذا ما منحناهم منتجات أولية كلهم هذه المنتجات خلت من هذه المنصة؟ رح تكون خطوط إنتاجية مستغلة من نتائج الدراسات والبحث والجمع اللي سويناها مع البيانات التاريخية كاملة من هذا النمط. عندنا المركز التجاري اللي بيكون فيه كل شيء، شايفين كارفور؟ بس هذا كارفور اسمه صناعة عمانية، كل منتج فيه صناعة عمانية، المنتجات اللي يستخدمها تطبيقاتنا يعني كامل بشكل كامل، سواء كانت كذا خارج أو كخطوط أو أي إليكم. خطوط الإنتاج المشتركة، طبعاً نخدم الخطوط من أفكار استدامة المشروع، نقدر نتعاون مع حرفيين بحيث نقدر نخلق شراكة معهم، نوفر لكم الجانب الفني بالهوية العمانية الموثوق والمثبت المدروس جنب إلى جنب نكون التصنيع. عندنا خدمات تستغل مرافق المركز، هذه عشان عندنا مرافق ما نضطر أن نستخدمها يومياً، فنريدها تكون متاحة لأهل المنطقة نغذي فيها احتياجاتهم كميزة إضافية لكون إن قدرنا نكون بينهم. القيم المجتمعية، تعزيز الموروث العماني للأسباب اللي سبق ذكرها، نشر الثقافة العمانية، كون إن قدرنا ندخل في حياة كل واحد فيكم بأسلوب هو مقتنع فيه وخيارات موجودة، فنقدر نعبر للآخرين من تجربتكم الشخصية. هذا المشروع بيساعدنا نستقطب كفاءات عمانية في عندنا ناس مهتمين بأغلب المجالات يحتاج بس مظلة يشاركوا فيها ويكون أماكن مجهزة. مركبة الفنون العالمية، طبعا احنا كهوية عمانية محتاجين نكون عندنا بوب ارت، لاين ارت، هذه الأشياء كلها موجودة،
النغمه الموسيقيه تكون اكثر من سلم موسيقى في نفس الوقت اكثر من اداء. فمركزنا باذن الله بيطري هذه الاشياء. التصدير الثقافي هو اعمق هدف من المشروع. التوجه الاساسي انه نريد نمنح العالم رؤيه من احنا ونريدهم يعيشوا تجربتنا كعمانيين. وهذا الشيء ما بيتم الا اذا قدمنا لهم اشياء ملموسه عشان يثير فضولهم ويكونوا معنا. النتائج المتوقعه نخطو خطوط انتاج فعاله ترفع القدره الشرائيه للمنتجات المحليه. هذا اول شيء بيكون على النطاق المحلي لان المنتجات بتكون داخله معاكم. زياده نسبه المنتجات المصدره دوليا هذا اول ما تزيد القدره الشرائيه عندنا تلقائي بسبب تعاوننا وانطلاقنا في العالم بنكون سفراء الثقافه المحليه. هذا الشيء بيخلي الطلب عن منتجات تزيد، فنقدر نتوسع في المجال الاقليمي والدولي. وبسبب هالشيء بترتفع نسبة السياحة وترتفع القيم الفنية للفنيين والممارسين اللي عندنا، لأن واحدة من المشاكل اللي يواجهها الحرفيين أو الفنانين معانا إنه نعتبر الفن شيء ما يحتاج مجهود، لكن في الحقيقة هو الأساس تبع التفكير والعمل في باقي القطاعات. هذا احنا عندما نشارك بكم المشروع ايش باقي القطاعات عن مركزنا. بعدين بدأت أحس إنه الفكرة نزلت من
مستوى مركز دراسات إلى مركز تجاري يعرفين منتجات. ربما ممكن الربط ما واضح، لأنه هو راح يكون على شقين. تحتاج توضيح المسار في المشروع بالتحديد كيف راح يكون. أيضا هل هو راح يكون في يعني مقارنة إنشاءات وكيف راح يتم تمويل هذا المشروع إلى آخره. بعض الأشياء تحتاج توضيح بالنسبة لهذا الموضوع. الأساس بالكامل إنه نستفيد يعني الدراسات اللي سوت جمع البيانات. مثلاً اليوم روحنا موقع وحصلنا فيه الأنماط المعمارية والتخرفية الموجودة في المكان، هذه كلها بتتجمع معانا وبندرسها ونحدد وين مكانها في التاريخ، وإذا متوفر في الموقع بعد معها يكون الإقرار إنه يصير عندنا رفرنس لأكثر من معطيات. هذه المعطيات بنحركها المنتجات، لأنه ما أقدر أعطي الناس معلومة وأنتظر منهم إنهم يستخدمونها، فأنا أوفر لهم الاستخدام بخطوة أولى عشان يصير ممكن إنهم يتعاملوا معنا بنفس الأسلوب، يصير يستخدموا المعلومة المنتجة. فهي فكرة المشروع الداعم. التمويل الأساسي بنحتاج تمويل أساسي، لأنه البداية هي اللي محتاجة انطلاق. هنا بنبحث عن مستثمرين، لكن بالنسبة لأول ما يوقف المشروع بعد أول سنتين بيكون قادر كفاية يمول نفسه ويعيد ضخ فرص للآخرين عن طريق المركز التجاري. عن طريق المركز التجاري وخطوط الإنتاج. شكرا لرجاء الحق. سؤالي بس أنا بالنسبة لفكرة المشروع، وين شفتوا يعني التحدي أو النقص من خلاله يعني تم استخدام الكفاءة للمشروع؟ وين النقص بالضبط عندنا كمجتمع محلي أو محلي عمومية؟ هي نفس ما شرحت، الدائرة الاستهلاكية اللي المفروض عندنا. طبعا في أريدكم تتخيلوا إنه أي حاجة تتعرضوا لها، يعني أي فكرة تتعرضوا لها اليوم أنا سأبحر فيها بتكون مبهرة بالنسبة لي. فكرة بشوفها مرة ثانية، شفتها من قبل بعدني بحر، اللي بعدها مرتين ثلاثة أربعة بتصير عندي شيء عادي ما يخلق خبر، لكن انعرضت علي مرة إضافية بتسبب مفور وبطأ عنه. في الثقافة العمانية هذا خطر، إنه نتعرض لنفس الشيء نفس الطريقة كل يوم. هذا أول شيء يسبب مفاهيم مش طيبة للنور. أيوة تعطي فكرة إحنا جامدين وغير قادرين إن نعبر مع العالم ونفس ما العالم يصير. ممكن ما نعبر معهم بنفس كل حد، نفس طريقة كل حد تكون مختلفة، لأن إحنا تأخرنا شوية، بس هذا التأخير يعطينا أدفانتج عشان نكون مختلفين نصنع التغيرات. ممكن تعطينا نماذج للمنتجات اللي راح تركز عليها؟ خطوط الإنتاج واسعة، بداية من الفكريات البصرية، التغليف، الجلديات، المنسوجات، أكثر شيء يعني كبداية بنروح نخطط مع شركات المنسيج، مع شركات تصنيع الفرنتشر وهذا الأشياء. هذا ممكن نفس الشيء مع الأستاذ مريم. في البداية ذكرتم المركز والدراسة. أنا أشوف أكثر من أنه أسلوب التصميم الحرفي في الإبداع، يعني هذا النظام. أنا فعليا محتاج يعني إبداع إذا يعني عاملين تورنيش بشكل مخصص أكثر لهذا النظام. بالنسبة لي أنا الثاني هو موضوع المادة الإلكترونية لكن هنا مع كل هذه التفكيرات اللي نقول مين الشركاء اللي راح يكونوا معنا؟ في البداية بكون شركات مع وزارة الثقافة، هي المنظمات طبعاً الانطلاقة لازم تكون عن شركة لأنها تحتاج ضخ مالي كبير في البداية. وزارة السياحة، وزارة السياحة لأنهم هم المسؤولين عن شقة التوفير،
وهي تمام مصاصة المصاصة المصاصة كيانا بالتنبيه لصناعة العقلية. السلام عليكم، صباحكم خير، معكم صفا الدوشي. سعيد اليوم اني اقدم لكم مشروع حي مسقط للفن، مسقط ارت ديستريكت. وفي البدايه حابه اعرفكم على the amazing team behind this project. امجد السيابي، صفا الدوشي، هاجر الرحبي، اميره الدوشي، تركي الحضرمي موجودين هنا. خلونا نتعرف اول شيء ما هو حي مسقط للفن. هو حي أو بالأحرى مقترح لحي للصناعات الإبداعية، راح يتجمع فيه الفنانين والمبدعين، وسيعزز بشكل كبير في المشاركة المجتمعية، وأيضا سيحتضن البرامج والمحافل الفنية. ونحن نؤمن أنه راح يكون رمز ثقافي ومحلي ودولي، ونفس الشيء راح يساهم في أن الثقافة العمانية راح تكون ثقافة متجددة ومعاصرة. راح أعرفكم على هويتنا وكيف استلهمنا الشعار and the story behind it. استلهمنا الشعار من تكوين وتصميم الحارات العمانية القديمة، من حيث توزيع البيوت والممرات، ونفس الشيء تكوينها وكيف كان لها دور كبير في الترابط المجتمعي وتأسيس المجتمع. بالنسبة للخط استلهمناه من الخط الكوفي. بالنسبة للألوان كانت inspired في البداية عندنا خطة للألوان، وإنه راح يكون في ثيمة مختلفة ومتجددة لكل سنة على حسب رؤية الحي وتطلعاته لكل سنة. فراح اخترنا لهذا الفترة المقبلة انه راح تكون درجات اللون البنفسجي، لانه راح نكون مسلطين الضوء على الاقتصاد البنفسجي. زميلتي هاجر بتاخذكم في جولة في الحي، اتمنى تستمتعوا. شكرا صفاء. السلام عليكم، بعد طبعا صفاء خبرتكم انه الحي راح يكون حاضن لي الصناعات الإبداعية لكل الفنون اللي راح تكون موجودة عندنا في عمان. هذا بشكل عام عندي اللي هو الكونسبت ديزاين أو الماستر بلان نقدر نقولها للحي اللي نحن في بالنا، راح يشمل كل الفنون، الفنون التشكيلية، الأداء المسرحي، السينما، الموسيقى، التصميم. عندي هنا الماستر بلان فيها كلها، راح أشرح لكم بعدين مود بورد فيها لكل مبنى نحن إيش متوقعين راح يعطين، ايش اهدافي من هذا المبنى، ايش راح اقدم لمنتسبين هذا المبنى. بشكل عام في فكره مشتركه لكل حي من هذه الاحياء، كل مبنى يشكل حي. الفكره المشتركه انها تقدم لي شيئين: واحد، خدمه مجتمعيه لكل المنتسبين المبدعين. رقم اثنين، راح توفر لي عائد ربحي واللي هو راح يعطيني الاستدامه في هذا المشروع من خلال مساحات التأثير اللي راح أوفرها، سواء كانت رواقات فنية خاصة، محلات، كافيهات، مطاعم، استوديوهات للتصميم. عندي طبعاً في بداية الحي، صفاء خبرتكم إنه هو عبارة عن مستلهم من الحارة العمانية. الحارة العمانية والغداء يسمى بالصباح، فهذا هو صباح حي مسقط للفن. عندنا المركز الرئيسي وابن المكاتب اللي هو مثل دماغ لهذا الحي، راح يضم مكاتب خاصة لشركائنا المحليين والدوليين. راح نقيم فعاليات سنوية يكون فيها عندي الشركاء الدوليين أو المحليين يحتاجوا فيها مكاتب عندي، راح تكون فيها أيضا قاعة الترفيه وأيضا التيم التشغيلي. حي موسيقى، حي موسيقى راح يكون فيه مسرح، قاعة عرض، استوديو للتسجيل الموسيقي، راح تكون في ارشيف خاص بالموسيقى التقليديه العمانيه، وفي المقابل عندي معهد تدريب موسيقي وكذلك محلات لبيع الات موسيقيه. مبنى المساحات المشتركه، نعرف التوجه اللي صار، العمل عن بعد، الفريلانسر بيبل، هذا مين راح يكون ربع
ربحي بحيث أنا أوفر غرف فردية للأمن، غرف جماعية للأمن، وكذلك قاعات خاصة لي للتدريس تقدم الحي وتكون قابلة للتأجير. حي تصميم بيكون في قاعة عرض، استوديو تصميم رقمي يخدم منتسبي الحي، مكاتب للتصميم تكون خاصة للتأجير، محلات وبيع أجهزة الحاسب الآلي، ممكن يكون في أيضا مطابع. بازار الفن هو اسمه بازار الفن لكن هو عبارة عن سكوير راح يكون فيه محلات وكافيهات ويكون فيه مطاعم. هذا البازار يضم على المسرح المفتوح. المسرح المفتوح هذا ممكن إنه يكون عندي، ممكن يكون يخدمني الحي، ممكن أيضا يكون قابل للتأجير، ممكن أقيم فيه حفلات تخرج، أقيم فيه حفلات موسيقية أو محاضرات أو ما إلى ذلك. يعني العمليات البرامج التشغيلية كثيرة. المكتبة، المكتبة راح يكون فيها مكتبة خاصة للأطفال، راح يكون فيها أيضا مكتبة عامة تخدم الحي، وفي مكتبة خاصة لكتب الفنون وكتب التصميم. راح يكون في عندي أيضا مكتبات لبيع الكتب، وأيضا في مكاتب لدور النشر والكتاب الصحفي. حي أداء وسيمة من أهم الأحياء، راح يكون في قاعة عرض، استوديو، راح يكون في عندي غرف قابلة للتخصيص، استوديو تسجيل الصوتي، وأيضا عندنا محلات لبيع أجهزة سمعية وأدوات الإنتاج الفني، محلات بيع أجهزة التصوير ومحلات للتصوير كذلك. آخر الأحياء هو حي فن تشكيلي، في مراسم، في ورش خاصة بالنحت، في قاعات عرض عامة تخدم منتسبي الحي، وفي أيضا مواقات فنية خاصة للفنانين، في أيضا ممكن تكون في محلات قرطاسية وأدوات فنية وكذا. آخر شيء عندي ساحات خارجية، لأنه هو حي بطبيعة الحال أنا أحتاج outdoor events، أحتاج أشياء ممكن يتفاعل الناس معها. عندي ثلاثة ساحات خارجية، الساحة في المنتصف هي ممكن تشكل لي الحوش في البيت العماني، وأيضا ساحتين خارجيات برامج تشغيلية مثل ما قلت لكم كثيرة، فيها مختلف الاحتفاليات اللي ممكن أنا أقدمها لكم. الفعاليات كثيرة، لضيق الوقت راح أذكر لكم الأهم منها. عندي سوق الجمعة الفني بمالي مسقط للفنون السنوي، راح يكون خاص بمسقط، جائزة الأفلام العمانية القصيرة، وبرنامج التبادل الثقافي والتأشيرة الثقافية اللي راح يوفرها الحي للفنانين الغير عمانيين. الآن السؤال، لماذا أنا أحتاج حي مسقط الفن؟ نحن كفنانين أو كمصممين نحس أن تقع على عاتقنا المسؤولية أن نحن نواكب هذا العالم اللي نحن فيه اللي جالس يتغير، ويعني يكسب منه الناس الخبرة ويكسب منه الثقافة والفن بطرق جديدة، بحيث أنك أنت تروج لثقافتك، تروج لفنك، تروج لتراث بلدك. ونحن نؤمن أن بحاجة ماسة لهذا الفن. إيش راح يقدم لي حي مسقط الفن؟ أو ماذا أنا أتوقع منه أصلاً؟ من الأشياء المهمة اللي حنتكلم عنها دائماً عثمان 2040، ونحن نتوقع أن راح يكون هذا الحي أداة لتحقيق عثمان 2040، لأن عثمان 2040 تقول على أنه تهدف إلى أن تبني مجتمع عماني الإنسان فيه يكون مثقف، مفكر، مبدع. فأنا من خلال هذا الحي راح أكون قادرة أني أنا أوفر كل هذه الأدوات. أنا راح أكون قادرة على أن أخرج فنانين عمانيين قادرين أنهم ينافسوا عالمياً من خلال المخرجات اللي يوفرها البرنامج بعد اللقاء. هذا المشروع راح يكون الوجهة الأولى للفن العماني، يعني هو اللي راح يمثل الفن العماني، سيعزز قيمة الفن في عمان ويعزز قيمة الفن العماني خارج عمان. بطبيعة الحال طبعاً هو راح يخلق فرص وظيفية، وراح يكون لي قاعدة بيانات عمانية لكل الفنانين. قمنا بدراسة للمجتمع الإبداعي، سألنا مجموعة من الناس المبدعين، رسلنا استبيان تقريبا جاوب عليه 105 من الأشخاص. برأيك هل يوجد مكان مناسب للفنانين أو المبدعين العمانيين يجمع كل الصناعات الإبداعية في عمان؟ 70% من أصل 105 شخص قالوا لا. نحن لما بحثنا في السوق لم نجد منافس، لم نجد حي مسقط أو حي لجميع الفنون، وإنما في المقابل نجد مثله في دبي وفي الدوحة وفي السعودية وفي كل العالم. إذن نحن فعلاً بحاجة إلى حي يجمع بين الثقافات، يجمع الرؤى، يجمع الناس، ويجمع كل هذه الإمكانيات. أشكركم وعذراً على السرعة. بإمكانكم تتواصلوا معنا، صار في عندنا موقع على الويب سايت.
عندنا ممكن تسمع على الايميل وكذلك على حساب الانستغرام وتويتر. شكرا. بس بالمناسبة وانتم طالعين ممكن تاخذوا لفة على بعض البوسترز، لان بالعاده لما نعرض جولي يكون في بوسترز على الاقل ممكن فيها تفاصيل اكثر، يعني في بروتوتايب مود. كان مشكلة مجموعة ثالثة لتتيح الفرصة للجمهور لمداخلة واحدة. طبعاً my friends can share with you the answers، يعني ما أنا بالضرورة ممكن أجاوب. بدايةً بدي أشكركم على هذا العرض الطيب. عندي استفسار بسيط، هو تقريباً نظرة عامة على ثلاث مشاريع. When you started you were so ambitious about building a huge project that will take maybe hundreds of thousands in Oman riyals. Millions. Which is sometimes may reach millions, and so ambitious to start with this. Like in reality in business, it reflects how much experience do you have in that field, how much resources do you have on that, and how to get use of the existing resources. One of the best ideas that you have been presented, and you just need to focus on just small portion of it, not to take it very widely. مثلا سوق الجمعة. الحين احنا مثلا مع أسواق شعبية. في معظم محافظات السلطنة، لكن معظمها ما زالت على النمط التقليدي without any development or improvement. فhow to get use of the existing one, improve it, focus on it, take just a small portion then move ahead. لا يعني مشروع it's amazing, it's wow for the long term, but for the short term with the existing resources, with the existing experience, with the very limited of everything, it will be so hard to reach. I don't want to be disappointing. But I know that it's not easy to take a business a reality because we have been working on this field for more than now years. I am in this field. I am in the construction. Mumtaz, but you know it very well. You know it very well. So I think that all of the projects, they were amazing. They were reflecting how people are improving and giving added value to the projects. But in reality, you need just to start with a very simple, tiny portion of all of these. Then after they succeed on this, then you can build it up and you can increase it. يعني في السوق العماني سوق صغير جدا وفي منافسة عالية، غير عن كده China it will copy it just on the second day. No matter. ما أنا I'm gonna copy it also from other. أنا في عندي دبي Art District، في عندي حي السركال، في عندي حي جميل. It will not be that easy and you know that can. There's nothing easy. Yes. Can I respond now? Yeah. إذا ما عندك شيء آخر. يا شكرا بداخل العفو. شكرا لسؤالك، سؤالك جدا رائع. نحن now we are dreaming and we know that we are capable to do this. لاني انا في مجال العمل في مخطط، I work as a project manager في construction field. نحن نشتغل على مشاريع من كيلومترز سكويرز، هذا 10200 متر مربع فقط. البيلت اب اريا عندي 5000 متر مربع. I have other areas. بعدين فكره المشروع تكون بالوير هاوس نفس المكان اللي انت جالس فيه ده. And how much is the estimated cost for the work? أنا برز عليك واحدة واحدة عشان بس لسرعة الوقت. يعني إذا أنا بتكلم عن التكلفة المالية وإحنا we are not ready to share it in public but I can give you figures. كالconstruction phase فقط راح يعطيني من 3 to 4 million. It's not that much. نحن we have worked on. بدي أسأل الموقع، يعني أنتوا حاطينه في بالكم إنه يكون في العاصمة أكيد. ان شاء الله يستر لكم.
سؤالين هنا بالنسبة لرجل التدريب وإن شاء الله يعني تدريب ممتاز. في الشركات الدولية إيش دورهم بالضبط؟ هل مجرد يعطوكم دعم جهات يعني على سبيل المثال اليونسكو كاسم فاونديشن هل كاسم أو مش بس اسم راح يشاركونا في فعاليات سنويه عشان كذا نحن حاطين في مبنى المركز الرئيسي ومكاتب ذكرته اول شيء راح تكون مكاتب الشركاء المحليين والدوليين اللي راح نستضيفهم سنويا يعني راح يشاركونا مثل مدرسه تشارلز اللي في نورث برامج معينه برامج تعاونيه معاهم يعني بحيث ان احنا نصدر الهويه والثقافه العمانيه ونجيب تجارب عالميه تساهم في التسويق للثقافه العمانيه الى العالم. السؤال الثاني من السوات أناليسز اللي سويتوها طبعاً في رقاط الضغط بكانت فكرة جديدة لن لا يفيد جمهور في المشروع كيف ما شوف هذه الرقاط؟ بالعكس هذه توجد فرصة بالنسبة الآن في سؤال كان واحد من ضمن التحديات قد لا يفهم المجتمع هذا المشروع فممكن يحس أن هذا المشروع كبير بالتحقيق فهمت عليك ما ممكن يؤمن فيه يحس أنها شيء على ورق أو ممكن هذا شيء فيك أو ممكن يصير لكن الناس ذا الاختصاص أو اللي موجودين يؤمن إنه بيصير فأنت عندك تحدي how to convince people about this one كيف إنه ممكن أنا قادر إني أنا يعني هذا فعلًا تحدي إنه يقبل الناس هذا بالذات أي فكرة جديدة تواجه عدم قبول من البداية لحد ما تأخذ وقتها والمجتمع يتقبلها فدائمًا وأبدًا يعني المجتمع ما يتقبل الفكرة الجديدة. أول يقول لك أنا أحتاج مشروع فلان أنا إيش أبغاله مال الفن إيش أبغاله مال هذا أنا أحتاج كذا وكذا. بسوي لي استديو خاص إيش أصير مساحة تشاركية. وفقين إن شاء الله. أنا ما أتحداكم على تنفيذ المشروع لأن واضح حماس عندكم يعني كبير جدا. أتمنى أن تنجحوا في المشروع وأتوقع طريقة الأمامي ذكرتم في سكال أول في نفس الشيء حي بنادي في الدرعية السعودية ممكن الشيء المميز في مثل هذه الأحياء غير عن مثلا دبي ديستريكت ديزاين سنتريك هي مناطق قديمة إعادة هيكلتها وإعادة هندستها بما يتناسب مع الأحياء إعادة مناطق صناعية ومناطق فيها مخازن بحكم الارتفاع والمساحات اسهل للتنفيذ فممكن احد الـ يعني الافكار ان يتم عمل بروتوتايب للمكان هذا في احد الاماكن المتاحه حاليا لانه يعني ممكن موضوع الكونستراكشن قصدك نعمل مثلا موكب لواحد من المباني؟ بالضبط فلنعمل كونستراكشن بهذا النظام بهذه الموازنه المذكوره في التحقيق في الوقت الحالي الموازنات الحالية طبعاً من غير تدخل قطاع خاص أو مستثمرين راح يكون صعب جداً بينما استغلال مساحات موجودة راح يكون أسهل عندي سؤال بالنسبة للمجال الكبير هذا والقطاعات في الصناعات الإبداعية إذا سألتكم ما هو القطاع الذين توقيع الدرون إذا بدينا فيه اليوم إن شاء الله راح يزدهر يعني بشكل سريع في الصناعة إذا كانت تقريباً ست قطاعات أو أكثر، لكن إذا حددنا قطاع واحد فقط، ما هو القطاع؟ السينما والإنتاج. طيب. ما حد ناقشنا هذا. شكراً جزيلاً وشكراً. جميل واضح يعطيكم العافية